على مسافات متباعدة، يميناً يساراً، من أمامك ومن خلفك جنات ليست كالجنات، إنها جنات العطش، وحصرياً هنا في الأغوار الفلسطينية. من البحر الميت جنوباً إلى حدود بيسان شمالاً، ومن نهر الأردن شرقاً إلى السفوح الشرقية غرباً، تمتد المنطقة الغورية، وتقسم جغرافياً إلى ثلاثة أقسام: الأغوار الشمالية، والأغوار الوسطى، والأغوار الجنوبية. تبلغ مساحتها مجتمعة 1.5 مليون دنم، أي ما يعادل 29% من مساحة الضفة الغربية. تشكل المفصل الحقيقي لحربنا مع الاحتلال لأسباب مختلفة. السبب الأول هو أن الأغوار هي عماد الاقتصاد الفلسطيني الزراعي بشكل خاص، والأغوار تشكل المزرعة البشرية الحقيقية لشعبنا الفلسطيني. تعتبر الأغوار دفيئة طبيعية وتشكل سلة غذاء فلسطين نظراً لمساحتها الواسعة وخصوبة تربتها. المساحة الصالحة للزراعة عندنا في محافظة أريحة والأغوار هي تقريباً 250 ألف درم، ما يزرع فعلياً هو فقط 50 ألف درم. السبب طبعاً يعني يعود إلى هناك مستوطنات، العديد من المستوطنات، أراضي مصادرة للمستوطنات، وأيضاً هناك مناطق عسكرية مغلقة، هناك منطقة بطول 120 كيلومتر على طول نهر الأردن. يوماً بعد الآخر تزداد الأمور صعوبة وتعقيداً، فبعد العام 2000 عام الانتفاضة الفلسطينية الثانية، عملت إسرائيل على عزل الأغوار عن باقي المدن والمحافظات الفلسطينية، معتبرة إياها منطقة حدودية أمنية عالية الحساسية والأهمية. يعني هناك سياسة لإفراغ الأغوار وتفريغها من أهلها وسكانها وضغوط على المزارعين. يوجد في الأغوار 32 مستوطنة، هذه المستوطنات بدأت مستوطنات عسكرية وإلا أنها تحولت لعسكرية وزراعية. في واقع الأمر ما يهم إسرائيل هو هذه البيوت ذات الأسقف الخضراء وساكنيها. بنوا المستوطنات الإسرائيلية وسيطرت بالعنوة وبالقوة على معظم الأراضي الخاصة في مناطق الأغوار، وسيطرت المستوطنات على 50 ألف درم من أرض الأوقاف، وبالتالي فقدنا مصادر المياه، فقدنا مصادر الأرض. أصبحت قضية الأغوار توازي قضية القدس تماماً في صراعنا مع الاحتلال، إذ أن الاحتلال يسعى إلى السيطرة على الأغوار واقتطاعها منا، واعتبار أن هذه الأرض ضرورية لأمنه بأكذوبة اعتادوا على ترويجها. وما يهم أكثر هو مئات الملايين من الدولارات سنوياً قيمة عوائد أرباحها من استثماراتها الزراعية. هذه الأرقام لقيمة الأرباح الإسرائيلية في مجال الزراعة تعكس تماماً هذه النسب المئوية للتقسيمة الإسرائيلية الأمنية والإدارية لأراضي المنطقة الغورية. عندما بنت المستوطنات قامت بحفر أبار عميقة للمستوطنات أعمق من الأبار الفلسطينية، وأدى ذلك إلى تملح الأبار الفلسطينية في مناطق الأغوار. أضف إلى ذلك كله سرقة إسرائيل للحصة الفلسطينية من مياه نهر الأردن، والتي تبلغ 262 مليون متر مكعب سنوياً، لا يحصل الفلسطينيون على متر مكعب واحد منها. وزارة الزراعة نطالبهم بأبار، أبار مياه، 10 أبار راحت منسوب المية راحت منها في منطقة الأغوار. مهددين يعني في المستقبل إنه مزارعنا هاي تتعرض للجفاف. نعمل في خلال خطط وزارة الزراعة وأهدافها واستراتيجياتها من خلال زيادة حصة المياه وزيادة كمية المياه من خلال عدة مشاريع تنفذها الوزارة. جملة من التحديات والصعوبات التي يعايشها المزارع والمستثمر الفلسطيني يومياً. العقبات اللي بتواجهنا في هذا القطاع هي أولاً ضعف البنية التحتية المطلوبة للزراعة، وهذا له شقين، سببه شقين: شق متعلق
بحكومتنا الفلسطينية، وشك ثاني أنه أغلب المناطق الزراعية موجودة في مناطق سي. لكنه وبكل ما أوتي من قوة ورباطة جأش يحاول الاستمرار ويفتش دائماً عن الحلول الابتكارية في إطار سؤال واضح: هل يدرك الكل الفلسطيني أن معركة الأغوار هي معركة الوجود من عدمه؟ إحنا بحاجة منطقة صناعية، مش منطقة صناعية تجارية، منطقة صناعية تخدم المزارعين. في حالة الزراعة للأسف بنوكنا لا تغامر إطلاقاً، وبتعتبر الزراعة يعني تحمل عامل مخاطرة كبير، مما يجعل البنوك لا تساهم في تمويل الاستثمار الزراعي. الضريبة حق إلنا، مش مساعدة ولا صدقة، حق إلنا استرداد الضريبة. لازم يعني وزير المالية ليش موقفها؟ لازم يطلع إنه في مزارعين محمش ياكلوا خبز. لانه لو بصير في دعم من الحكومه إن لهذا الكلام ما بصيرش هذا. انا ما بدشرش الزراعه وهذاك بدشرش الزراعه وهذاك بدشرش الزراعه، عشان بكره نصير نتفرج على حبه البندوره هذه في التلفزيون نتفرج عليها، مش نجيب بوكسه بندوره ونحطها في الدار لاولادنا اللي عنده عيله، نصير نتفرج عليها بالتلفزيون عشان نشتري بالحبه. من لا زراعه له لا ارض له، معادله صعبه يحاول مزارعو النخيل والتمور في الاغوار تطبيقها في ظل ما أتيح لهم من معطيات النجاح والاستمرار. لو أتيحت لنا الفرصة لزراعة كل المناطق الصالحة للنخيل لوجدنا أنه الاستثمار في هذا القطاع عشرات الأضعاف مما هو عليه الآن. تزداد مساحات النخيل بشكل واضح المزروعة في منطقة أريحة والعوجة بشكل أساسي، وفي منطقة الجفتلك تزداد المساحات المزروعة بالنخيل، لذلك إنتاج النخيل في فلسطين الآن يتضاعف. الإحساس بالآخر يولد قوة الاستمرار، لنستمر ولو كان زادنا قليلاً. هذا ما تسعى وزارة الزراعة لترجمته على الأرض من خلال رفد منطقة الأغوار بمشاريع استثمارية زراعية، منها مشروع تخضير فلسطين ومشاريع أخرى لإعادة إنتاج البطيخ والعنب اللابذري. من جانب آخر بدأت الوزارة بتنفيذ خطط لتكثيف إنتاج النباتات الطبية والعطرية، وشرعت منذ حوالي عامين بإنتاج الأسماك، وواصلت جهودها لتنمية الثروة الحيوانية في المنطقة الغورية، لا سيما في المناطق البدوية التي تواصل إسرائيل استهدافها بشكل يومي. لتعرف أكثر عليك أن تقترب أكثر، أن تسجل مشاهداتك في الأسواق الفلسطينية التي تفتح أبوابها للمنتجات الإسرائيلية. لما بنزل المنتوج تبعنا بتشوف إلا السوق غرقان، مثلا اليوم بتبيع ب40 شيكل مثلا بوكسة الخيار، اليوم بكرة بتتفاجأ بصير تبيعها ب10 ب15 شيكل. ليش؟ كان قال لك والله جاي بضاعة من برا. اقترب أكثر. أترى بيوتا تقام وسط الأراضي الزراعية؟ يعني تفتت الأراضي الزراعية اللي كانت القطعة مثلاً 40-50 دنم، ومن 20 و10 و5 صارت 4 و5 و2 و1.5 دنم و300 متر صار. وإحنا منطالب إنه ما يعطوش ولا رخصة بنى في الأراضي الزراعية. إذا كنت على أطراف سد العوجة وبحسب اللافتة عليك أن لا تقترب أكثر. الأغوار الفلسطينية سنوات طويلة من الصراع على موطئ القدم، وسنوات مقبلة علينا أن نعمل فيها جنباً إلى جنب لنثبت لأقدامنا موطئاً ولنخيلنا موطناً. وستمحو